يلا عقبالكم انه عقبالكم عن جد للي مش بيصير. فعنا هلا موفي رح نحكي عنه اكيد لانه رح يصير بصاله العرض بالسينما يمكن ابتداء من الليله مع غيدا بالسينما. صباح الخير لو صباح الخير لكل المشاهدين. يلا عقبالكم سنجل ماريد ديفورس اليوم ان شاء الله بصالات السينما. واليوم معنا مخرجه او مش مخرجه اكشلي كاتبه الفيلم ومنتجه الفيلم نعم. واللي هي نيبال عرقجي. نيبال صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم في عالم صباح. ونحن بانتظار بديع ابو شقره الممثل كمان بالفيلم. انما مثل العاده دائما بنعرف طرقاتنا نحن شوي صعبه بقى ناطرين بديع مش مشكل بس يصير معنا بالاستوديو مباشره رح نستقبله بعالم الصباح بفقرة السينما. رح ابدا معك نيبال. من بعد تجربة 2012 وبلايند انترسكشن او قصة ثواني قررت ترجع تخوض تجربة الكتابة من جديد وتجربة الانتاج من جديد. رح احكي معك بالبداية عن تجربة الانتاج بالتحديد لانه هالمرة كنت عم شوف نوع اخر من الانتاج بالسينما اللبنانية وهذا الشيء لفت لي نظري كثير. كنا بالعادة نشوفه بالافلام الاجنبية واللي هو استعمال ماركات معينة بنستخدمها اكلات بناكلها مطاعم وغيرها. بالعادة كانوا قبل يمرقوا مرور الكرام يمكن ما يستغلوا كمادة إعلانية لحتى يتم الاستفادة منها والاستثمار فيها ماديا ويقدروا يتم من هذا الشيء الاستفادة لحتى يقدروا يعملوا الفيلم بالنهاية لأنه دايما بنقول أصعب شيء بالسينما اللبنانية هي صناعة السينما والتمويل. قديش هذا الشيء فعلا اشتغلت عليه لحتى تقدر تنفذي وتوصلي لحتى يطلع بهالوقت القياسي يلا عقبالكم؟ شوفي ما مثل ما بتقولي أصعب شيء أنه نجمع المصريات مش نقدر نصور الفيلم. ف طريقتي فواحدة من الطرق اللي لقيتها مشان اقدر اجيب مصاري غير البرايفت انفسترز اللي اعطوني مصاري انه اعمل برودكت بليسمنت. فرحت على الشركات دقيت بويبهم انه بدي احط البرودكت تبعكم بالفيلم وبين المزح وجد طلعت شيء 20% من البجيه تبع الفيلم من برودكت بليسمنت. ايه وهذا شيء كثير اساسي لانه بالعاده ايه. كانوا دائما ما يستغلوه ايه. بالافلام اللبنانيه يمكن هون واحد لازم يعمل مثلا المجهود الفردي وينزل على الارض مثل ما انت عملتي. شوفي اذا عن جد بدك تصوري وبدك تعملي فيلمك بدك تجربي كل الطرق كل الطرق مشان تقدر تجمع المصريات يعني. وحتى كمان شعرت كثير بوجود البرايفت انفسترز او وجود المستثمرين الاصدقاء اللي عم بيكونوا ميلين لك اكثر يعني وعم تستخدميهم بكل افلامك يعني بقصه ثواني اول مره وهالمره كمان بيلا عقبالكم. قديش كمان عم تلجئي للجانب الشخصي كمان بتعاملك مع اصحابك لحتى تقدري كمان يكونوا هن مصدر استثماري لافلامك؟ هلا اصحابي بظن ما بقى حيحكوا معي وما بقى بدهم يسمعوا صوتي لانه بروح بدق على المكتب عندهم وبضلني ملزق عنده لحديد ما فيلم عشاك. بس انه عن جد بس هن لو ما عندهم هالاهتمام الكبير اكيد ما كانوا يعني شكوا لو ما شكوا بقدراتك لو أكيد. شكوا فيهم قصدي ما كانوا استثمروا اكيد. بس هون يمكن انا عندي حظ اكثر من غيري لانه عندي مجموعه اصحاب عن جد بيحبوا يساعدوا بيحبوا يشجعوني ف محظوظه الحمد لله الحمد لله. يلا عقبالكم بصالات السينما ابتداء من الليله رح نشوف التريلر ومن وقتها بينضم معنا بديع ابو شقره على استوديو. هي المجوزه مش عارفه كيف بدها تطلق مطلقه ضايعه مش عارفه شو بدها تعمل العزبه عم تفتش على عريس لشو الزواج وين تخبي وش الناس كلهم رح يسالوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشه وبعد ما تجوزت لا ماما بشرفك كل يوم دراما هيك قديه صار لك معهم سنه سنتين ما حلك تفهم انه ما بدش سيريس الزلمه؟ سنه بيجي من مصر على بيروت كل ويك اند منه سيريس؟ حبيبي ان شاء الله بس خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي اوكي؟ ما تزعليش ردي؟ ابدا بس يلا عمرك لله ليان شعرات كثير حلوين شو مغيره فيهم؟ ماشي زيتين شوي شادي شو عم تعمل؟ فادي حياتي حبيبتي انا ماني مثليك مثلي؟ كيف مثلي يعني؟ يعني ما بنام مع واحد صار لي 2.5 معرفاني على قليل بتربحي وقت حبيبتي ما تحملي هم شي حياتي مش طايقته مينو هيدا؟ الفيل اللي عندي لك عندك مغناطيس للمجدين مين ما بقلك تشفت قلي له مش لا
ريان خلينا نكون واضحين، لا انا حاترك مرتك لمال حدا ولا هو حيترك مرتك لمال حدا. تاخذ انا بدي اولاد، بدي شخص صدري ان شاء الله يمسح الارض. ما في غير بتقلي روقي وانطري وحاتركها. على مين عم تضحك؟ نحن منفصلين بس بعدنا عايشين سوا. لا نحن منفصلين بس بعدني بسافر مع مرتي. لا احلى وحده، نحن منفصلين بس لسه نظهر على كل الدهرات سوا. لا لا فيها، نحن منفصلين بس ما حنطلق كرمال الاولاد. حرام كيف المنفصلين. فإذا انضم لنا الممثل بديع أبو شقرة من بعد المسرح والتلفزيون وكمان عالم السينما بفيلمين من قبل تاكسي البلد وأيضا كارلوس، هالمرة ضم تجربة ثالثة إلى سجله وهي تجربة يلا عقبالكم سينجل ماريد ديفورست. بديع أبو شقرة صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صح النوم. شو بدنا نعمل؟ ما هيك بين التخت وبين البين السيارة، يعطيك العافية وصلت لعنا. ما هو مش هيك عم بقول أنا، بين اثنين وصلت لعنا على الاستوديو، وأكيد بدنا نهنيك بالفيلم الجديد. وأنا بدي أقول عن شغلة كتير أساسية هي عم ترجع تحيي السينما اللبنانية، إنه عم بيكون فيها التعاون بين عدد من الممثلين النجوم الكبار المخضرمين، يعني كل الأجيال عم تشارك مع بعضها لحتى ما بقى حدا يهمه الاسم، يقول أنا اسمي بالأول وأنا اسمي بعدين، أنا دوري هالقد وأنا دوري هالقد، إنما بدنا نشتغل مع بعض لنعمل فيلم حلو. قديش هالشيء عم تلمسه فعلا لنشوف سينما لبنانية أخيرا بالصلاة، خاصة لما يكون في شخص عم بيناضل ليعمل سينما. يعني بتشوف شخص عم يشتغل بإيديه وبإجريه ليعمل سينما، بصير الواحد بيشارك بأي شكل، لأنه لأنه مش بس لأنه الشغلة مهمة، لانه هو بده يكون جزء من هيدي الموجه الجديده اللي هي موجه كتير ايجابيه. مزبوط، كثره الافلام المكتوبه بشكل مزبوط، فيها اخراج بشكل مزبوط، اللي بتصور الواقع. والشغله المهمه بالفيلم هيدي اللي لفتت لي نظري اكثر شيء هي معالجه الواقع بطريقه ذكيه وحديثه. صح، مش تقليدية. صحيح، اكيد، وكتير واقعية، وبتبين انه ما في ابتذال من كل الناس اللي عم يشتغلوا بالفيلم. كل الناس ممثلين دارسين حقيقيين جريئين اوايا عم بيحاولوا يعملوا مش بس سينما، عم بيحاولوا يعملوا حاله تغيير بالبلد. مزبوط، وهذا الشيء اللي واحد يعني بيلفت له نظره بالفيلم. نبال واحد ما بيحس حاله عم بيتخبى وراء اصبعه، انما او وراء ايده كلها سوا، مش بقى وراء اصبع، انما عم يحضر فيلم واقعي 100%. هون عم تحكي عن الاضداد، يعني عم تحكي عن كل المجتمع، السنجل والماريد والديفورس، وعم تقول يلا عقبالكم. يمكن اوقات تاخديها انه يلا عقبالكم لتتجوزوا او لتتطلقوا او لتصيروا حسب، يعني انا ماني ضد الطلاق اذا عن جد كوب جرب يعمل كل شيء وما بعد ما عم تزبط، انه خلص مش عيب يطلقوا اذا مش مبسوطين. يعني اللي بدك نعيش مره واحده، اللي بدك تضلك 30 سنه مع واحد منك مرتاحه. صحيح صحيح. نبال انا بدي اقول شغله كثير اساسيه، يعني انت من تجربه او من الواقع الاكاديمي تبعك اللي عشتيه بالكوميونيكاسيون بالسوربون، من بعدين بادفرتايزنج بتصور هذا الشيء اللي خليك تدقي على ابوابه اكثر وتشتغلي بالماركت وتقدر تستثمريها بافلامك، ايضا لواقع الكتابه اللي هي من وحي الحياة اللبنانية اللي عم بتعيشيها، وأيضا كمان أكيد عم تستوحي من أفلام أجنبية كتيرة. قديش بتحس إنه واحد لما بيقعد وبيمسك ورقة والقلم وبلش بيكتب سكريبت بيحس حاله قادر ياخد من كل هدول الأشياء يصبهم يخلطهم ويحس إنه عم بيطلع شيء إنتاجه 100%؟ شوف أنا بحب أكتب، يعني بلاقيه أحلى شعور لما بكون يعني بنام اللابتوب بتخت حد الوراق، لأنه بكتب على الوراق قبل ما بلش. فإتس فترة كتير حلوة من البروسيسوس تبع قديش اخذ وقت كتابه الفيلم؟ اخذ شي 4 أشهر، وبعدين بس 4 أشهر بس كان صار لي سنه عم ركبه براسي اذا بدك، يعني 4 أشهر بس كتابه، وبعدين الاستثمار ملاحقته كله قديش تقريبا؟ بعدين احنا بلشنا تحضير الفيلم بماي، فاخذت معنا شي 6 أشهر، يعني اللي هي مش هي لفيلم سينما، يعني عن جد ركضنا حرام الي، يعني صح ركض معي من اول يوم لحتى هلا بعده، بس عملنا فيلم ماراثون. هون بدي احكي شوي بديع معك عن الكاست الكبير، لانه الكاست فعلا ملفت، يعني من بين ندى ابو فرحات ل دارين حمزه اكيد جوليا قصار تذكريهم دغري. ايه دارين حمزه، ندى، جوليا قصار، بديع، ايمن كيسوني من مصر، ماريو باسيل، شربل زياده، مروه خليل، يا رابي حيدر، يعني عندنا كاستنج كتير حلو. ايه صحيح، وكل واحد منهم انطبع يعني بطريقته الخاصه بقلب الفيلم. قديش حسيت هالتعاون بيناتكم قدر يثمر هالعمل المهضوم والناجح ان شاء الله بصلاتنا؟ مثل ما قلت لك الواحد بحب يكون جزء من هيك من هيك اكيب، يعني وساعتها ما بيقعد يفكر شو الدور وقديش كبير، لانه هو شغله كتير مهمه بالفيلم هيدا،
المرأة هي أساس تطور المجتمع ومقياس الحضارة بالمجتمع. صحيح. لما بيكون في حديث عن المرأة بحس الواحد أنه هو بده يكون داعم لهيدا الشيء بأي شكل الكان، والحديث عن المرأة مش بالطريقة التقليدية بالطريقة الكليشيه اللي احنا معودين عليها، لا، حديث عن المرأة بالطريقة الحقيقية، المرأة اللي عم بتواجه، المرأة اللي هي بالحقيقة ثورة بالمجتمع. هيدا شيء كتير شجعني أنا، وكمان الكاتبة مرأة عم تحكي من شيء بزكزكة بالحياة بتكتب عنه. مزبوط هيدا كان شيء أساسي عندي أنا. وانت كمان كان تعطيك مع نبال، يعني مش بس على صعيد الورق من الاول، انما كمان تعطيك مباشر على الشاشه كمان انت ونبال، لانه العلاقه الاساسيه كمان ترتكز عليكم انتم كمان، احدى العلاقات الاساسيه اكيد بالفيلم. قديش كمان هذا الشيء خليك هيك اوقات تحس انه بدك تخوض هيك تجربه او تقول لا انا ماني جاهز يمكن بعد؟ لا، انا تعرفت على نبال بالصدفه قبل صدفه يعني، ولما وحكينا مش عن الفيلم، كان الفيلم بعده مش موجود، حكينا بكتير مواضيع. لما قلت لي انه الدور انا وياها كمان تحمست، لانه بهمني مثل مع شخص راسه هيك بيفكر بهالطريقه، لانه الممثل مش مجرد تكنيك، مش مجرد دراسه، مش الممثل هو وجهه نظر. لما بيكون في وجهه نظر بيستفزه للانسان انه يشتغل معه. مزبوط وهذا الشيء الاساسي كمان. خوضك كمان تجربه الكوميديا، هذا شيء كتير حلو، لانه هذا اللي بينقصنا بالسينما اللبنانيه، عم نشهده شوي اوقات عم بيكون في تجارب صحيحه، اوقات عم بيكون في تجارب عم تفوت بالحيط، بس بنعرف يعني مع احترامنا لكل التجارب اللي عم بتصير، لانه بالفوره كمان هيدي كمان فيها خير وبركه نوعا ما. انما قديش بتفكري انه ممكن كمان ترجع تخوضي هيك تجارب سينمائيه كوميديه اللي نحن بحاجه لها لحتى نروح بقى ونضحك على حالنا كمان اذا فينا نقول؟ شوفي خليك شغله، اللبنانيه بزون ما بدهم دراما بالسينما، ما عندهم مشكل دراما على التلفزيون، يعني لما بيحضروا المسلسلات بيحضرون، بس دراما سينما بلبنان كتير صعبه، لانه لأن خدت التجربتين انت. ايه بقصه ثواني هذيك المره وهالمره بيلا عقبالكم، يعني التجربه المختلفه. بظن العالم حيتحمسوا يحضروا اكثر يلا عقبالكم، لانه هذه الجمله اللي انا سمعتها من كل العالم، بدنا شيء يشيل الهم عن الالم. صح، حتى التريلر اصلا بيقول لك شو المضمون اكثر، بيجذبك تحضري. فزهقوا من الكوارث فبدهم شيء ينسيهم شوي، لانه هن اوريدي عندهم مشاكل بحياتهم. مزبوط. ويروحوا ينبسطوا ساعه ونص وبعدين يرجعوا لحياتهم. بتحسي اصلا بالتريلر في جمل كانه نحن بنقولها كل يوم بنرددها. كلهم يعني ما اخترعت شيء، يعني كل جمله مكتوبه جمله يا انا قلتها يا سمعتها يا حدا من اصحابي. يعني امرار بروح على كوفي شوبس بقعد باخذ ورقه وقلم، بصير بتطلع على العالم بتسمع عليهم، وباخذ كثير اشياء ما فيك تعرفي قد ايه بتاخذي اشياء من العالم اللي حواليك. بالختام بكلمه سريعه بس بديع، بدي اقول شغله عن كمان اداره الممثلين كثير اساسيه، واللي هي بتلعب دور اساسي باطار كل فيلم او باداره كل فيلم. هالمره كان في عمل مع ممثلين مخضرمين ونجوم كبار، وفي كمان نجوم صغار مبلشين يمكن لاول مره، وفي منهم اوقات عاطين اول حضور لهم يا على السينما او حتى اول حضور لهم تلفزيوني او سينمائي لاول مره بيظهروا كمان على شاشه السينما. قديش هالمره لعب دور الي خليفه بكمان تحويل هالعمل الجماعي كمان الى عمل ناجح الحمد لله؟ الي خليفه مخرج دمث بيقولوا بالعربي الفصحى، دمث يعني اخلاقه العاليه. بعدين بيشتغل، يعني الشيء الملفت بالشغل انه بيشتغل على الحفة بين الكليشيه وبين المش كليشيه، وبيضلوا على الحفة، ما بيوقع هون وما بيوقع هون، وهيدي شغلة كتير صعبة، وخاصة لما العمل يكون عمل جماهيري. صحيح. وبالنسبة للممثلين بهيك طبيعة عمل، ما بعتقد في ممثل جاي يشتغل بهيدا الفيلم ليظهر وينشهر ويعمل نجم. أكيد ما بعتقد ولا واحد. يعني بدنا نقلكم يعطيكم ألف عافية، وأكيد الفيلم كلنا بدنا ننصحكم أنه تروحوا تحضروه بدءا من الليلة بكل صالات السينما بلبنان. يلا عقبالكم سينجل ماري ديفورست، الكتابة والإنتاج لنبال عرقجي والإخراج لإلي خليفة مع مجموعة كبيرة من النجوم والممثلين اللي كلنا بنحبهم ومبسوطين فيهم على الشاشة أنه عم بضحكونا وعم بيعيشوا حياة مهضومة على الشاشة. روحوا طلوا عليهم مثل ما هني بزوروكم أوقات بالدراما بالتلفزيون. شكرا كثير لك بديع، أهلا وسهلا فيكم نبال كمان، وألف مبروك. شكرا رولا، ثانك يو لك. انا بودي على المشاهدين، بشوفوا بكره بعالم الصباح ان شاء الله. اكيد جود لك لكم بالموفي. شكرا، رح نحضركم طبعا. اكيد نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بنكون مع الشيف شادي ورشيد ملح.